السلام عليكم الاول الاول. مدينة فاس مدينة معروفة بالحرارة ديالها و... والله مع هاد الكمامة هادي و... وبنادم راه ولينا كنخرجوا حتى العشية، يمكن هذا التوقيت ديالنا، فحتى داك القضية ديال ما تخرجش فوق 8 راه ولينا هادي الوقيته الصراحة الله ديال حليل 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 على وليدي. بغيتي تبرد هو تدخل المرجان دخل المرجان تبرد ليا مع راسك. هذا هذا قال مزوين. مدينة فاس مدينة معروفة بالحرارة ديالها و... وهذه الحرارة بالنسبة لمدينة فاس حرارة صحية ما تخافش منها. هذا ماشي الحماق بعيني. الإنسان كيجي لمدينة فاس بالنسبة للأجواء ديالو اللي هو الجو الصحي ديالو. عدي أحشمت نقول عجير وأخويا دله كنموتوا في الصادات اللي عدوا العقرة مشى الشمال وصيف واللي درويش بحالنا راه لافت يا كسي العليم. أحسن من الواحد يبقى طبيعي، أنا ما كنحاولش نستعمل ذاك الكليماتيزاسيون ولا ديال شحال، نحاول أنا نكون أوتونوم مع لوكور ديالي أحسن، كاين ما أحسن منه. ما عندي ما يسال. مدينة فاس مدينة معروفة بالحرارة ديالها. دير خصك تفتح جوج بيبان، فتح خلي الطوموبيل تنفس وعلى الله الله عم تطلع ديركت دوب. عندنا عند بالنسبه لي عندي مزيان عمرها ما انا ما كيحبس تعجبني هكا، تعجبني الحراره تجي حاره. انا اصلا تنبغي الصح. لا ما كتغلبش حراره، ما كتغلبش هي بالنسبه لي الانسان اللي ما كيترينيش راه مزيانه له هذه الحراره. عمرها ما انا ما كيحبس كيشرب مويه تيبدل الفيضون جدد ديالو كتنقى. عمرها ما انا ما كيحبس صحي، انا غير من الصحه ديالو مزيان تعجبني. خرج منك البرد كتشرب المويه كتنقى ذاتك مزيان، وهذاك هو الفضل الكبير كاع. عمرها ما انا ما كيحبس. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ اليوم 52 درجه. مدينة فاس مدينة معروفة بالحرارة ديالها و... اشي مولفين بيه حنا في فاس اخوي دلنا من ناحية هادشي هذا؟ هادي الحمد لله مبردين مولفين الحمد لله ما عندناش غرام د المشكل، هازين دبيلة الناس اللي عندهم البحر مساكن وصافي، ما حنا اللهم لك الحمد مبردين. شحال غريبي كيضرب الهداية اللهم انت شوف غرابي خارجي اللهم لك الحمد ما عندناش غرام د المشكل. الحرارة اخي حتى الحمد لله عندنا الامور مبرده في فاس، ما انت كتشوف الماء الحمد لله البحور عندنا الحمد لله عامرين و... يا بخير الحمد لله، تيبقاو في الناس اللي عندهم البحر مساكن وجاو فيهم الصاد، ما حنا الحمد لله انت كتشوف الدنيا بخير والبحر موجود الحمد لله، فين ما مشينا كاين الماء، فين ما مشينا كاين الحوت، فين ما مشى ودي البحر يا ودي. والله يسمح لك اخويا الله يسمح لك، عرفتي الكذوب خرج لك من العيني، غير قول لي واش ما حشمتيش، ما حشمتيش، قال لك حنا مبردين في فاس. مليتك. مبردين شحال غريبي كيضرب الهداية اللهم انت شوف غرابي خارجي اللهم لك الحمد ما عندناش غرام ديال المشكل. اي يا سيدي قال لك عندنا الغربي. والله الا شفت التصريحات والله الا شنو نقول لك والله الا الهربه بالله. المهم اليوم غادي نبدلوا الوجهه، غادي نمشيو عند جيراننا اشقائنا الجزائريين، جيراننا اللي عاد دوزوا الانتخابات، دونك خصنا نباركوا لهم، خصنا نباركوا لهم اول انتخابات كيدوزوا من بعد الرئيس بوتفليقه، اول انتخابات في العهد ديال سيت بون. اخوتنا الجزائريين الله يجازيكم بخير، راه غير كنقشبوا ما تقلقوش، هادشي كله راه غير ساركازم وحنا اصلا راه في الهوا سوا، ها هما حتى حنا الانتخابات جايين عندنا في سبتمبر، اليوم غير شهر، حتى حنا باقي جايين عندنا الانتخابات ان شاء الله، راه حنا كلنا في الهوا سوا. سمعتي كيقول لكم الوزاني الحاج وزاني مرحبا بكم عدو، سمعتي وادي الله البدية، سمعتي مازال ان شاء الله غيدير اكثر من هادشي ان شاء الله وغادي يكون الاحتفال نجح، سمعتي انتم الوزاني راه معتمد عليكم نتوما. الناس ما بقاتش تثق في هاد الاحزاب ولا في هاد الباكو والزعتر، اسمحوا لي تنزول الباكو والزعتر زولوا على ما بقاتش تثق وصافي. سمعتي المهم السي المخرج طلع داك الشيء ديالك سير على الله. مصيبه ومصيبه كحله هادي، انتخابات عند خوتنا الجزائريين كوبي كولي ديال الانتخابات عندنا في المغرب، غير هما انتخابات عندهم زايدين شي شويه في لادوز، مكترين شي شويه، ماشي مكترين، مكترين بزاف. جامعيه وسنه ثانيه لصا
ليسانس حقوق 34 سنة ساكنة بالخروب، أناشد وأدعو أصدقائي زملائي صديقاتي أهلي وأقاربي وجيراني وكل من يعرفني من قريب وبعيد بتزكيتهم لنا ومنحنا أصواتهم ودعواتهم لنا بالتوفيق والنجاح. انتخبوا المصداقية الرقم 48. عليكم أن تفتخروا بولاية بسكرة وبهذه القلعة الوطنية، وولاية بسكرة ولاية مناضلة ومجاهدة منذ أن وطأ الإسلام على هذه الأرض الطيبة. تقريبا هي ولاية مقدسة بعد مقدساتنا الحرمين الشريفين والأقصى الشريف. أول استغفر الله العظيم. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لوسائل الإدارة العصرية بين الجزائر الحلو منها وغنحب ليصبح الجزائر متطورة في الصحة في التعليم في كل مجال. شنو هي؟ الصحة في التعليم في كل مجال. لنبني مسار حتى ما تلحق 10 سنوات على هذا المسار اللي راح نبنيه حتى الجزائر تحقق الأمن الغذائي تاعها نهائيا وتصبح تصدر خيرات الخضر. ونبني مسار لنكون بعد ذلك من الدول 20 الأولى القوية صناعيا. العدس. وكي جاب واحد الطريقه ضحكتيني. وبطبيعه الحال بحالنا النيت خوتنا الجزائريين ديما الحمله الانتخابيه بشطيح كوبي كولي. جاتني سفيره لا سويس وقالت لي بلادكم خير من بلادنا. جاتني سفيرة سويسرا من ناحية الطبيعة من ناحية كل شيء من ناحية حتى السكنات الاجتماعية اللي تمنحها الدولة للمواطن صفة مجانية بشهادة شاهد من أهلي من ناحية كل شيء. جاتني سفيرة سويسرا. استغفر الله العظيم يا رب. أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير. إذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه أكثر من 100 مليون. إذا الجزائريين يدخلوا الجنة كلهم ويزيدوا يدخلوا معها من المغرب العربي. خوتنا الجزائريين مبروك عليكم مبروك عليكم الجنة مسبقا. بشرى لكم وبشرى لنا. احنا هنيئا لنا المغرب العربي حتى احنا هنيئا لنا بالجنة. لحقاش غادي تشفعوا لنا؟ غير هو واحد السؤال الله يجازيك بخير. واش حتى المغنيين ديال الواي واي حتى هما غادي يدخلوا الجنة؟ حتى هما من المبشرين من الجنة؟ شارلومان تي تاي من المبشرين من الجنة؟ شيخ نانو شيخ ماميدو حتى هما من المبشرين بالجنة؟ اذا الجزائري يدخل الجنة كلهم ويزيدوا يدخلوا معاه من المغرب العربي. سيبن جرينا كثر الله من امثالك الله يجازيك بخير. بشرتينا الله يبشرك بخير. ثم واحد خونا مشى بعيد هو باقي عاد مرشح الانتخابات ودار غارد كور. وشكون اللي دار غارد كور؟ صاحبه. طريقة اختارها الشاب نبيل ليساعد رفيق طفولته في حملته الانتخابية. حبيت اليوم دعمت هذا السيد الشيخ بن عيسى كما نقولوا كده دعمت هذا الإنسان كالمجموعة كل واحد باش دعم. أنا بالتالي دعمته بهذه الشخصية يعني قلت ندير حارس شخصي ليه. تقدم بن عيسى الشيخ لهذه الانتخابات كانت الإمكانيات المادية نتاعو ناقصة ومن كثرة التحمس تاع هذا الشاب حب يمد حاجة يدعم بها جاره وصديقه والأخ نتاعو ونظرا لأنه هو عاطل على العمل ما قدرش يقدم تقديم دعم مادي لهذا ارتأى إلى فكرة أو مفاجأة يوم التجمع الأول. أوه بنو شداد هذا مازال ما دار والو مازال ما حشد لا منصب لا والو ومبيستوني صاحبه داروا غارد كور. وحنا في الانتخابات كما كتعرفوا عندنا الرموز عندنا حزب الحمامة حزب ديال التراكتور حزب ديال الباطو حزب ديال اللامبا وزيدو زيد غير هما في الجزائر ما عندهمش الرموز عندهم الأرقام. هنا كيوليو المرشحين كيطيروا في الماء كيوليو كيحطوا شي معادلات وشي نظريات. رقم 22 15 كيدير 15 هكا النيميرو تاع نجدة نصور وهو رقم 14 16 زائد 16 تساوي 16 16 ناقص 16 تساوي 16 16 ضرب 16 تساوي 16 16 تقسيم 16 تساوي 16 هكذا تعلمنا قاعدة رياضية جديدة من أبناء أثمرس. 16 زائد 16 كتساوي 16
16 ناقص 16 كتساوي 16 و 16 تقسيم 16 كتساوي تا هي 16. واو، هادي نظريات الكون الجديده. واخيرا خاوتي غير كذبوا علينا فاش قراونا الماط، راه هذا هو الماط ديال بصح. خصني نمشي نعاود يمكن واقيلا نعاودوا الماط من البدايه، نعاودوا من التحضيري. حبان الله سبحانه وتعالى باشاره الربانيه منه، إشارة التفاؤل برقم 7. هذا الرقم هو رقم مبارك في دين الحليف الله تعالى سبحانه وتعالى، ولقد أتيناك السبع المثاني والقرآن الكريم. وتكلم القرآن عن 7 سماوات، جهادنا في الثورة 7 سنوات، ونطوف بالكعبة 7 مرات، ونسعى بين الصفا والمروة 7 مرات. إذا حتى هذا الرقم هو رقم مبارك، قلبك عامر بالإيمان. ونسيتي بالله جهنم عند 7 ديال البيبان، ونسيتي 7 بقرات عجاف، 7 سنوات عجاف، نسيتي الخطايا 7، وكريستيانو حتى هو عنده الرقم 7. واحد المرشح كيفتخر انه اللائحة ديالو فيها التيتيز، فيها التيتيز، وماشي اي تيتيز، قال لك فيها التيتيز كيف الفريز، الفريز سيليكسيوني، الفريز ديال الاكسبور. شوفوا التشبيك يدير بصح قرا تحت مهندسة، طبيبة، متزوجة، مديرة، جبنا لكم الفراز ولكن سيليكسيوني، ما جبناكمش الفراز اللي يروح لجنوب افريقيا، جبنا لكم حنا طاقات ونخب ما شاء الله. تيتيز بحال الفريز. صبر ورينا بعدا هاد الفريز، هاد الفريز اللي قاس كيعيق علينا به، فريز ديال الاكسبور سيليكسيوني. وهذا اوكي شكرا. لازمنا نطلبوا من صيدال تنجز لنا تجيب لنا واحد الدواء جديد يسموه الفياغرا السياسيه للتنشيط السياسي، باش هذا الكوموندوس عندما يمشي ياكل الحبه نتاع الفياغرا السياسيه يتنشط سياسيا وما يخملش. لا والله الا هاد الانتخابات الجزائريه هي العالم، فين يبانوا الانتخابات ديالنا؟ هذا السطاج الاخر ديال الانتخابات، هذا السطاج الوحش. او طبيعة الحال باش ان الناس يتفاعلوا معاك، الناس يتاثروا بك وتاثروا بالبرنامج الانتخابي ديالك، خاصك تزيد فيه شي شويه، وخاصك دير شويه ديال الدراما. غير هما اشقائنا الجزائريين كيزيدوا فيه شويه ديال الدراما، واقيلا يمكن كيتفرجوا بزاف في المسلسل ديال سامحيني والمسلسلات التركيه. قادر بن قرينة سوف يعيد السيادة للشعب الجزائري ويعيد مشروع نوفمبر من جديد. لحقاش في الجزائر عندهم حتى هما عندهم العزوف عن الانتخابات بحال نحن في المغرب طبيعي الحال. طحت عليهم واحد الفكره هو انهم يقيدوك بالزز وكيجيبوك لاكارت حتى لدارك. دور العجزه عباد الله وما زقلوهمش. انا جبنا لك نكوتك الحاجه، هاي النكوه تاعك. عند الحاجه بن عيسى مريم من اجل تسليمها بطاقتها البيومتريه، علما ان الحاجه تبلغ من العمر 7 سنوات، ويتعذر عليها التنقل الى مصلحه البيومتريه من اجل الاخذ والتقاط بياناتها البيومتريه. قدمناهم بطاقه تعريف وذلك تزامنا بالموعد الانتخابي 12 جوان. يعني بتسليم بطاقات للمسنين 100 سنه فما فوق، وكانت عدد الخرجات 7 خرجات ميدانيه. يا الحنيني الحاجة في عمرها 100 عام ما قدرش تحرك بلاصتها، وانت جايب ليها لاكارت ديال الانتخابات باش زعما دير فيها النفس، بغات زعما يدير فيها النفس باش تجي تفوطو، هي اصلا ما قدرش تمشي تفوطي، ما قدرش اصلا تحرك بلاصتها. شي وحدين كاع نهار الفوط ولا كيجيبوا الناس بالزز. واسفه. المهم نهار الانتخابات طبيعه الحال وصل نهار ديال الانتخابات، وشوفوا العذاب، وشوفوا العذاب اللي كدوزوا في المكتب ديال الانتخابات. باش انك تصوت خاصك دوز العذاب الكحل، خدمه صافي. شوفوا الجنرال شانكريحه في واحد المكتب ديال التصويت.
وي هي في الجزائر العسكر توا كينتخب العسكر توا كيصوت مي السلام عليكم 3 2 1 جو والله فكرني في الاستاذ فاش كان كيجمع لنا الاوراق المزدوجه كيجمع لنا الفروض اي هاد الاوراق كلهم هاد الدوره كلها خاصك تختار منها مرشحين عطاو عقوبه انا وعيت بالتفراج عيت انا غير كنشوفو عيت بلاصتو نتوما اش هذاك الصف ديال الاوراق شنو هادوك الاوراق كلهم انا راه بالي الجزائر كلها مرشحه معرفش فين هو هاد الشعب اللي غادي يصوت على هاد المرشحين وبطبيعه الحال ما نشوفوش غير الجنرال شانكريحه غادي نشوفو حتى الرئيس تبون نشوفوا كيفاش غيدوز في واحد المكتب ديال التصويت كيفاش غادي يصوت اذا مشاهدينا الكرام تتابعونا نقلا عن القناة الجزائرية الثالثة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو يصل الى مكتب الاقتراع لاجل اداء واجبه الانتخابي حدثنا مع ضيوفنا الكرام انه منعرش حاسم في تاريخ الجزائر للانطلاقة الفعلية لتجسيد الجمهورية الجزائرية الجديدة مثلما تتابعونه في هذه الصور قوائم طويلة للمترشحين من سيكون في قبة زغود يوسف لما لا إذن العملية الانتخابية لا تزال متواصلة وضيوفنا الكرام سيشاركوننا في هذا الانتخاب يا دين النبي ده السكة طويلة بجابها بنادي الصنوبر رفقة حرمه إذن في هذه الصور يقوم في هذه الأثناء رئيس الجمهورية بأداء واجبه الانتخابي نقول لكم هذه الصور مباشرة من مدرسة أحمد عروة بنادي الصنوبر بالعاصمة لنقول لكم وبالتفصيل وعلى المباشر أداء رئيس الجمهورية لواجبه الانتخابي إذن يقوم في هذا الأثناء بأخذ القوائم الانتخابية والتوجه بعد ذلك إلى العازل من أجل عملية الانتخاب نرصد لكم إذن مباشرة أداء الواجب الانتخابي وتصويت رئيس الجمهورية في هذه الأثناء نعود للنقاش مع ضيوفنا الكرام نعود إلى سيد محرز حماري سيد محرز حماري تحدثنا أنه اليوم العملية الانتخابية متواصلة بطبيعة الحال كم هائل من الكتلة الناخبة المقدرة ب 24 مليون اليوم ما الشيء الذي سيقنع الأغلبية الصامتة للمشاركة في الاستحقاقات السياسية؟ هذا هو السؤال أعتقد اليوم التحديات الأمنية الداخلية والخارجية والإرادة القوية لبناء جزائر جديدة في خدمة الشعب الجزائري وضمانات لمعطية من 7 hours later لن يتقدم ولا يستعمل أدوات اللي رأيناها النفوذ والمحبات فقط سيد لعيد زغلامي يؤدي في هذه الأثناء رئيس الجمهورية واجبه الانتخابي يبقى كيصوت حتى تسخف وجاو جوج ديال الدراري كيعاونوه في الوراق جوج دراري كيعاونوك في الوراق في التصويت انا خفت غير بقى نتبع دوك الوراق ما يسهليوش حتى تيصدق خارج عندنا في السعيدية في المغرب يا ربي السلامة ده واحد العملية بسيطة سيد تبون مسموح بدل الاستماع الآلة الحاسبة ياك ده واحد العملية بسيطة نديرو حنا 10 دقائق كيدوزها كل واحد باش أنه يدخل يصوت 10 دقائق يعني 10 دقائق يعني في كل مكتب ديال التصويت غادي يدوزو 6 ديال الناس في كل ساعة يعني 6 ديال الناس مضروبة في 8 ديال السوايع ديال التصويت هي جابت 48 واحد كيدوز في المكتب ديال التصويت في النهار 48 واحد نديرو حنا 50 واحد في النهار كيدوز كل مكتب ديال التصويت ايوا هاد الشعب حتى بغيتو يصوت الا كان كل مكتب كيدوز 50 واحد نتوما هادو كيديروا هاد الانتخابات هادو او خوتنا الجزائريين تحيه لكم ما بقيت ما نقول تحيه كبيره للشعب الجزائري الحر صبر الله يرزقكم صبر هادشي غنقول لكم يلا اصدقائي الحلقه سالات ما تنساوش انكم تابوناو من لاشيننا من هنا يلا انا نقول لكم بارك الله عليكم نتلاقاو في الحلقه الجايه وموضوع جديد تهلاو